الرئيس اللي اعتبر حاله يوما ما جاي من خارج النظام تيحارب الفساد، كان الرئيس اللي شهد على الانهيار، كان بي الكل، بي النظام. ويجلس الرئيس المنتخب ميشيل عون رسميا على كرسي رئاسة جمهورية لبنان. انتخب ميشيل عون ب 31 تشرين الاول 2016، وكان اول رئيس مسيحي قوي بعد الطائف، يعني عنده قاعدة شعبية ومنه جاي بس لانه في وفاق حوله او لانه النظام السوري بده اياه. انتخب عون بعد تعطيل 5 جلسات لانتخاب رئيس على مدى 890 يوم، تعطيل سياسة عون المفضلة، وبال 2016 نجحت انه تأمن له اوسع مروحة من التحالفات، حولته لبي النظام. يا شعب لبنان العظيم. بعد عودته من المنفى بال 2005 تحالف مع ايتام النظام السوري تيصير على راس اكبر كتلة نيابية مسيحية. توج اتجاهه السياسي الجديد بوثيقة التفاهم بمان مخايل مع حزب الله بال 2006، واستفاد من قوة حزب الله تيفرض مطالبه بالسياسة. ومع سيطرة حزب الله وانهيار تحالف 14 أدار بدأ عون طريقه للرئاسة. بعد ما بنى عون خطابه على معاداة الحريري والتهديد بخطر السنة، رجع وتحالف معه. فجأة تحول الحريري من فاسد لشريك الصفقات على ما تبقى من الدولة. بال 2016 انتهى الخلاف التاريخي مع القوات اللبنانية بعد اتفاق مع راب، يلي سلمت الرئاسة لعون مقابل تقاسم حصة المسيحيين بالوزارات والإدارات العامة. ميشيل عون 83 أوراق بيضاء. ب 31 تشرين الأول 2016 حقق عون هدفه، يلي كان جاي من برا النظام صار بيو للنظام، وبيو للنظام رجع يكون المسيحي القوي تيبين، وكأنه عون طوى صفحة الحرب والطائف ورد المسيحية على رأس النظام. بس بي الكل ما كان دايما البي، بلش بصفوف المعارضة بكلام أدق بمعارضة قوى 14 أدار بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان بال 2005. بعد عودته قدم عون نفسه كالمسيحي القوي يلي جاي يسترد حقوق المسيحيين بعد سنوات من التهميش السياسي اللي أنتج إحباط مسيحي، واعتبر أنه قوى 14 أدار عم تستكمل هذا التهميش، خاصة بعد الانتخابات النيابية بال 2005 والحلف الرباعي. انطلع عون من إحساس عميق عن المسيحيين بالغبن، وحول الغضب من النظام السوري للحريري أي للسنة يلي هو اعتبرهم أخذوا مكان المسيحيين، وانطلاقا من نظرية تحالف الأقليات برر انفتاحه تجاه النظام السوري، ومن ثم تحالفه مع حزب الله كأقليات أخرى عم تعاني من نفس خطر التهميش. بس الدوافع الطائفية كانت ملفلفة بخطاب محاربة الفساد، فورس عون المعارضات للحريري وصار يحكي بضرورة محاربة الفساد ولو بطريقة مجتزأة. ربط عون بين إحساس المسيحيين بالغبن من جهة ورفض اللبنانيين للفساد من جهة تانية، تيقدم نفسه كزعيم مسيحي قوي جاي تيبني دولة، وتيقدم لهالمشروع قوة قرر يتحالف مع سلاح حزب الله ونظام بشار الأسد، وبالمقابل قدم للممانعة غطى طائفة هي كانت بحاجة لإله بلحظة صعوده. هذه الخلطة انتصرت بال 2016 تحديداً ب 31 تشرين الأول 2016. بس هالمشروع ما طول، وبسرعة تبين أنه رهانات عون ساقطة. أولاً ما قدر يحافظ على الخصوم الحلفاء يلي فكر أنه انتصر عليهم. فقد الحريري الغطى السعودي بعد ما فقد الغطى الشعبي، ومعهم راح رهان عون على تحالفه مع زعيم سن ضعيف ومن خلاله مع الخليج. أما القوات فبسرعة تبين أنه الخلاف على زعامة المسيحيين أقوى من أي اتفاق تقاسم لبعض المناصب. مشان تجربوا يجيبوا جبران باسيل مطرح ميشيل عون. ومع الوقت تفاقم الخلاف مع بري وجملاط، وبحالة الأخير تحول إلى اشتباك دموي بأبو شموع. تانياً المشكلة ما كانت مع الحلفاء بس، كانت بشعارات عون عن استعادة حقوق المسيحيين اللي تبين أنه مجرد غطى لأعطاء دور أكبر لباسيل ومسؤولية بالطيار من صفقات النظام اللبناني. لعيون صهر الجنرال ما تتألف الحكومة. داخل الطيار تحول جبران باسيل للرئيس الفعلي، مما أدى لابتعاد بعض العونيين عن عون. خارج الطيار تحول باسيل لنقطة التقاء عدد من الصفقات الأساسية بالبلد. ثالثاً وبركة المشكلة الأكبر بالسياسة، عون صار غطى فارغ لمشروع سياسي فعلي، هو مشروع هيمنة حزب الله على البلد. استعادة المسيحيين لدورهم صار يعني غطى لمشروع حزب الله الفئوي. طبعاً عجهنا. بركة كان قادر عون يكفي بنفس لعبة الابتزاز يلي وصلته للرئاسة لو منهار البلد بولايته، ومعه الاقتصاد السياسي لدولة الفساد والمحاصصة. صار عون فعلياً بي النظام بلحظة انهياره، فبوجه الثورة تحول عون للمدافع الأساسي عن النظام، بس مدافع فاشل عن نظام منهار. أنا بحبكن كلكن،
ويعني كلكن. رجع العهد لخطاب ما خلونا تيغطي على الوعود الفارغة للتيار وشعار محاربة الفساد. بس على رغم كل ألعيب غادة عون، صار واضح أنه نواب التيار عرقلوا كل محاولات الإصلاح. رجعوا العونيين للتجيش الطائفة، بس إجت نتائج الانتخابات النيابية تتفرجي أنه لولا أصوات حزب الله ما كان قدر يحافظ على نفس الوجود بالمجلس. وإجا انفجار المرفق تيفرجي أنه ما في حدود لصفقات العهد ورئيسه يلي كان يعلم. يوم الوصل للخبر كان ستة روتار. من استعادة حقوق المسيحيين لجبران باسيل، من محاربة الفساد لبواخر ومطامر وسدود، من التحالف مع حزب الله لتغطية سيطرته، من رئيس الوعود لرئيس جهنم. صعب الواحد يلاقي بولاية عون أي إنجاز يذكر. بس فشل عون منه فشله لحاله، هو فشل نظام صنع عون كبي لقله، فشل المسيح القوي يلي لازم يجي يقعد حد الشيع القوي والسن القوي. هيدا النظام فرط ومعه فكرة القوة يلي حكم من خلاله. أنا العماد مشايل عون.